عم تحكي كنت عن البطرك، والبطرك رايح على فرنسا، والأجواء اللي عم تنقل عنه أنه رايح يوصل رسالة بما معناه أنه سليمان فرنجية ليس رئيسا توافقيا، والبطريركية تدعم أي رئيس توافقي. هل برأيك هذا الجو صحيح؟ يعني البطرك بيروح على فرنسا بيقنع الفرنسيين أنه سليمان فرنجية غير البطرك مدعو من قبل الرئيس شو اسمه؟ إيمانويل ماكرون. إيمانويل ماكرون ربطت أبينا البطريرك مربشار بطرس الراعي الكلية الطوبة داعيين وعلى فرنسا كمرجعية روحية كبيرة بالبلد، يجتمعوا تحت جناحه معظم المسيحيين، وهيك حصل ببيت عنيا، وهذا اللي رايح كرمال هالأمر تيحكوا معه مثل ما بعطوا ورا كتير ناس، مثل ما هلا جبران باسيل بهاليومين الوزير جبران باسيل بتشوفي كمان التقى بالرئيس ما بدوريل، وما بعرف إذا بيلتقي بالرئيس ماكرون. هلا رايح على فرنسا؟ ايه هلا هو بايطاليا بده ينقل على فرنسا او نقل على بكره بينه الاحد، يعني الموضوع من ضمن المسعى الفرنسي للرئاسي. أكيد يعني هيدا اكيد يعني مصلحه ماكرون يفوت على لبنان من خلال البور والمطار وغيره وغيراته، ما بعرف بس انه هلا بنحكي بالموضوع ومصلحته مدخل لبنان المدخل للشرق الاوسط. وين بده يروح يعني؟ شركه توتال بالبحر، مين جاب شركه توتال؟ انا جايبها جبران باسيل وميشيل عون والقطرية، يعني شركة قطرية هون اللي عم بيروح لعندهم جبران باسيل. يعني طيب بيرجع البطريرك رايح يعطي رأيه ويستمعوا له ويعطوه رأيهم، بس هو كمان بده يشوف شو رأي فرنسا. فرنسا مش يعني لا بكركي موصفة بفرنسا ولا فرنسا موصفة عند بكركي، بس بكركي تحترم فرنسا. في قداس كل سنة عنيت فرنسا بتعمله بكركي بعد عيد الكبير، يعني معروفة في وثائق، يعني في صلات عمرها 800 سنة بين فرنسا والطائفة المارونية. إذا كانت بكركي بتستغني عنا كرمال رئيس جمهورية بينقلوا اللينك من هون بحطوه عند الشيعة، يعني بتخسر العلاقة ليش بنخسرها؟ لا هو مش بكركي اللي عم تستغني عن فرنسا، شفنا هجوم الدكتور جعجع والوزير جبران باسيل على فرنسا لأنه متبني ترشيح سليمان فرنجية على ماكرون. ما هيدا غلط، هيدي غلطة كبيرة كمان، انه ما فيك تقول له لرئيس فرنسا بدك اياه رشحه عندك، لانه الامير محمد بن سلمان بس يتفق مع رئيس الاسد ويتفق مع ماكرون ويتفق مع رئيس الامارات ويتفق مع رئيس بوتين ويتفق والامريكان ساكتين، واذا قال لك الامير محمد بن سلمان يا دكتور سمير جعجع اذا بتريد تقول له لا مش هزوقك. يعني نحن كمان مسيحية ما بدنا نفوت بالحيط، سمير جعجع هو الأقوى شيء مسيحيا، ليش ما بتحط إيدك بإيده؟ ما أنتوا القواعد تبعكم عايشين مع بعضكم بالشمال لكم فترة طويلة، بعدين أمتى المرضى إجوا صوب القوات وأمتى القوات قتلوا مع المرضى؟ بالعكس عايشين مع بعضهم بالبترون وبالكورة وبصغرتا وببشري، ما في بعكار بطرابلس ما في مشكل، قواعد أصحاب مع بعضهم، يعني ما في مشكل، صارت الصلحة مجانية وكل واحد راح على بيته. يعني ماني شايف أنا إنه هاي القصة مكبرينة هالقد الا اذا كان دكتور جعجع عليه ضغوطات مش مبينه. ضغوطات من مين؟ ما بعرف، ما في يقول من مين، الا اذا كان في عليه ضغوطات مش مبينه. طب هل برايك السعوديه يمكن تركت حلفائها بلبنان انهم يفوتوا ما تركت بالحيط حلفائها؟ في اولويه ست، في اولويه بالخليج للملف اليمني، اليمن ثم اليمن ثم اليمن، بس تروق باليمن تنسحب المنطقه، بتروق من المنطقه كلها. هلا السعودي عم يراقب الاتفاق الايراني السعودي، بده يشوف شو بتعمل ايران، بيقول لك ترى بتكذب كل مره، كان يقول كل مره بتكذب علي، بده يشوف ايران بتكذب علي هالمره، خليني اشوف باليمن شو بدها تعمل. باليمن ماشي الامور، مطول باله يمكن عمليه الرئاسه تطول بلبنان تيجي دورنا. طيب بس البعض يقول انه اذا طالت عمليه الرئاسه ممكن انه يتحول المشهد الى فوضوي، وممكن بصير يجيك اعلاميا مع احترامي له، انا مش اعلامي انا محامي وقليل بعد بالحاله انسان يعني عادي، بيجيك ناس بيقول لك على بكره بتنفجر، اذا من هلا ل 11 الشهر ما في رئيس في بومبا كبيره، خيي بعد تحطوا مواعيد، عم نشرح الوضع مثل ما هو. نحن اقل الناس بس انه وضع سياسي ما انه وضع يعني مش توقيت ظرفي، يعني ممكن ما ينجز الاستحقاق بالمده اللي بالمهله اللي حط الرئيس بري اللي هي 15 حزيران. شيء 15 حزيران رح يدعي لجلسه؟
ما بعرف يحكى عن انه ممكن تكون بست حزيران. ما بعرف انه اذا بدعي لجلسه بس انه ما في جلسه برايك انت؟ انا بقول حط هالمهله مهله تحفيز الرئيس بري مشان العالم تشد حالها، لانه بعد منا في استحقاقات، في استحقاقات كثير كبيره. يعني اليوم اذا هاي الحكومه بتعين حكم مصر في لبنان، بكره بتعين اي جيش، يعني بكره بتعين كذا رئيس جمهوريه، شو بعد بيعمل بلبنان؟ طب الحاكم الجديد اذا عينته الحكومه في يحلف يمين قدام رئيس الحكومه؟ ما في يحلف يمين. رح نحكي بالتفصيل عن ملف حاكم مصر في لبنان، بس انت يعني برايك انه المشهد منه كتير قريب، موضوع رئاسه المشهد ما بتعرفي امتى بينزل الوحي عليهم، خمس دقائق كلهم. ولا مره نحن بلبنان النواب تبعنا راحوا وصار يفكر بمجلس النواب، تحك براسه او يحك براسه مين بدنا ننتخب يا بابا، شو بدنا نعمل؟ كانوا كلهم الاسماء بس بجيبتهم، بيشيل ما بينتخب بلبنان، بحط الورقه. طيب سؤال معلش شيء معلش خلينا نحكي الامور مثل ما هي، بيجي بحط الورقه. في شيء مره شي رئيس جمهوريه من الطائف لهلا الا ما جينا وكان رئيس جمهوريه البري ينتخب كاتب خطاب القسم ومدرب عليه قدام مرته وصاحبته وبنته وقرابته صهر ومدرب عليه 20 مره وجا قرا لنا اياه؟ نحن اي بلد يعني نحن؟ نحكي الامور مثل ما هي. بلد راكب بازل، راكب على التوافق السني والشيعي والدرزي والارثوذكسي والكاتلوكي والارمني والعلوي، هيك راكب البلد. ما هيدا لبنان هيك، اذا ما بده يركب التوافق ما في رئيس، ما في بلومب. يعني خلينا نحكي الامور مثل ما هي. طيب هل برايك انه السعوديه مع هيدا التصاعد السريع بالمواقف الايجابيه بما يخص الرئاسه، هل السعوديه رح تنتقل الى مرحله دعم علني لسليمان فرنجية؟ يعني من بعد الفيتو رجعنا نقلنا على لا فيتو، هلأ ممكن نروح على دعم سعودي لفرنجية؟ لك تشوف الحدث اللي بده يصير بين سوريا والسعودية، هي أول شيء. والحدث بده يصير بين بين السعودية وحزب الله، يمكن رئيس بري له دور كبير بالنسبة للحدث السعودي الحزب. أوكي، بيرجع الحدث السوري السعودي في حدث مهم كثير، واساسا الحزب مستعد لبناء علاقه جيده مع السعوديه. أصلاً في واساسا في كلام السيد أصلاً حسن في رسائل ايجابيه.